دلوقتي هنسمع بقى كلمة ترحيبية من هدير يحيى، وهي طالبة تمهيدي ماجستير في كلية حقوق جامعة القاهرة، وهيد الاتش ار في فاومود لزراعة القاهرة، وهيد الاتش ار في برنامج سوبر ستودنت. اتفضلي يا هدير. بداية أنا بحب أكلمكم، أنا هدير يحيى هيد الاتش ار معاكم. كان تعاملت مع طلبة منكم بشكل مباشر أو غير مباشر. في البداية بنرحب بكل الطلبة من كل الدول العربية، أهلا بيكم في وطنكم التاني مصر. بالمناسبة أحب في البداية أشكر دكتور عمر إن إحنا أتحنا لينا الفرصة نتكلم بشكل لطيف مع بعض، وبشكر تيم الاتش ار معايا، باشمهندسة همسة، باشمهندس عمر، باشمهندسة وفاء، الدكتور مصطفى نتمنى ليه الشفاء. عملوا مجهود ولود عليهم الفترة الأخيرة بشكل إلى حد ما كبير عن يعني الوقت المتاح كان لينا. في البداية أنا بحب أشكر التيم اللطيف اللي أنا اتعرفت عليه بشكل يعني يشرفني إن أنا عرفته بشكل سواء مباشر أو غير مباشر. مبسوطة جدا إن أنا شفتهم مع بعض وخدت منهم إلهام وحماس كبير جدا، يعني هم أنا محتاجة حتى. شكرا لكم جدا. في البدايه احب اطمنكم ان اي مشكله هتواجهكم ايا كانت، سواء خاصه بالوقت او خاصه سواء خاصه بالوقت او خاصه بالدراسه او تنظيم الوقت او اي شيء خاص من كده، معظمكم بشكل عام كان خايف جدا من فكره الدراسه مع الوقت. احب اطمنكم جدا ان في اول مرحله، زي ما زمايلنا باقي التيم اللطيف هيتكلم معاكم كمان شويه، ان احنا بنتعلم فيها ازاي هنتعلم، فده لوحده كفيل ان هو ينظم لكم الوقت بشكل كافي باذن الله. مع الدراسه هيبقى معاكم كونسبت بسيطه تتعرفوا بيها على الحاجات اللي انتوا حابين تذاكروا ازاي بيها، تعرفوا ازاي بمستوى اعلى تحصلوا بوقت اقل ومجهود اقل حاجات اكبر وامكانيات اعلى. ده ان شاء الله هتتواصلوا بيه وهتعرفوه من خلالنا. احب اطمنكم جدا من فكره الوقت وفكره تنظيمه مع الدراسة، عشان دي كانت أهم شيء أنا لاحظته بشكل عام إحنا والتيم كلنا، إن في مشاكل مع طلبة في الجزء ده في الجزء الدراسة. لا ده كله ما تقلقوش منه، البرنامج أصلا معمول عشان يساعدك مع الدراسة، مش معمول علشان يكون بديل للدراسة، ودي شيء مهم جدا لازم نأكد عليه. كمان مشكلة الإنترنت أو أي انقطاع زي ما دكتور عمر أكد من شوية وباقي التيم معانا، ان باذن الله هيبقى لها حل، ما حدش يقلق من الموضوع ده بشكل تمام. ومعاكم هيبقى في المنتور وعلى الجروب اي استفسار اي شيء هيبقى معاكم الطلبه كلها. لازم تطمنوا وتهدوا، البرنامج بجد فرصه حلوه جدا، في امكانيات ومجهود التيم كله تعب فيه. يعني احب ابلغكم بده يعني بشكل مبسط، شرفت جدا بوجودكم، شرفنا جدا باستمراركم معانا، ان شاء الله تفضلوا معانا لاخر البرنامج. احب جدا يعني تستفادوا بمجهود صدقوني مش قليل، يعني اتعمل عليه تعب كبير جدا من تيم مش قليل، مجهود يعني كل ده علشان نحاول نوفره بشكل اكبر قدر ممكن للطلبه. ما تحدش يقلق من ده كله. في اي استفسار اي شيء تيم كله هيبقى ان شاء الله معاكم، اي شيء خاص بالاتش ار هيبقى ان شاء الله التيم معاكم على الجروب وهيدخلوا هيتم تعريف نفسهم. وشكرا جدا ليكم، وبجد اتشرفت جدا بوجودكم.